السلام عليكم. بينما اكتفت الأمم المتحدة بالقول إن الحرب الدائرة في السودان خلفت نحو 15,000 قتيل وما يقرب من 8,500,000 نازح ولاجئ، فضلا عن الدمار الذي طغى على أنحاء البلاد كلها وما رافقه من جرائم أخرى من قبيل الاغتصاب والتغييب والسرقات وإحراق الممتلكات. انبرت هيئة علماء المسلمين في العراق كعادتها وهي تدافع عن القضايا العربية والإسلامية في بيانها الصادر في 8 حزيران الحالي، والتي أكدت على ما طرحته الأمم المتحدة أن التطورات التي تشهدها البلاد كفيلة بأن تجر هذه الإحصائية نحو تصاعد مخيف، لا سيما مع تزايد جرائم الإبادة التي أخذت تطالو قرى ومناطق بأكملها، وتفشي المجاعة بين النازحين والمشردين التي تهدد ملايين البشر بالفناء، خاصة الأطفال الذين باتوا ضحايا الألم والموت البطيء نتيجة سوء التغذية الحاد. هيئة علماء المسلمين في العراق قالت إن الأحداث التي تعصف بالسودان وما يصحبها من تطورات من شأنها أخذ البلاد إلى عمق سحيق نحو الهاوية، وسط التحذيرات التي تشير إلى إمكانية أن تتطور الحرب إلى نوع من الصراع الإقليمي الشامل تقابلها المواقف الرسمية السلبية الدولية منها والإقليمية، الراضخ والساكت منها أو المتواطئ، بينما تتخذ الولايات المتحدة من التوصيف المجرد ذي المقاصد المعلومة وسيلة تعزز من تحكمها في المشهد. في هذا السياق نطرح التساؤلات الآتية: هل يمكن أن تؤدي حرب السودان إلى صراع إقليمي شامل؟ لماذا يعاني السودان منفردا وبمعزل عن العالم المنشغل بأحداث أخرى عنهم؟ ولماذا اكتفت الأمم المتحدة بإصدار البيانات دون وضع استراتيجية واضحة وحقيقية تنهي معاناة الشعب السوداني؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان حرب السودان وتحذيرات من السيناريو الأسوأ. سيكون معنا ضيفا في الاستوديو المتخصص في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية والعسكرية الأستاذ عامر حسن عباس. أستاذ عامر، مرحبا بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ محمد، وأهلا وسهلا مشاهدي قناة الرافدين. وعبر سكايب من فرنسا الكاتب والباحث في الشؤون الإفريقية الدكتور محمد تورشين. أستاذ محمد، دكتور، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك، التحية عبرك لكل المشاهدين ولضيفك وكل العاملين بقناة الرافدين. حياك الله. وننتظر عبر سكايب من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة إفريقيا العالمية الدكتور محمد خليفة. مرحبا بضيوفنا. مشاهدينا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ونعود بإذن الله. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع حرب السودان وتحذيرات من السيناريو الأسوأ. أرحب بضيوفي من جديد، وكما ذكرت ننتظر أن ينضم إلينا الدكتور محمد خليفة، نحن بانتظاره. أبدأ معكم أستاذ عامر. بيان لهيئة علماء المسلمين في العراق المرقم 1551 وصادر في 8 حزيران الحالي ركز، وهو متعلق طبعا بالأحداث التي تجري في السودان، ركز هذا البيان على عدة نقاط، ولكن دعني أبدأ بحيثيات النزاع هناك في السودان. لماذا تصر ميليشيات الدعم السريع على استمرار هذه الحرب؟ ما الداعي من وراء ذلك؟ وما الهدف وما الغاية؟ بداية بعد التأكيد، التحية لمشاهدين الكرام عبركم. هذه الحرب لكي يعني نضع المشاهد في صورة حرب السودان بشكل إيجابي وكامل، يجب أن نفهم أن هذه القوة، قوة الدعم السريع، هي قوة
تم تكوينها بواسطة قيادة الدولة في عهد الرئيس عمر البشير بغرض مساعدة الجيش في النزاعات الحدودية، وأنتم تعرفون أن السودان دولة كبيرة ولها حدود واسعة. طيب. هناك حركات تمرد كثيرة جدا على الحدود الدولية. كان السودان ولا زال منذ نهاية عقد السبعينات في القرن الماضي ونهايات حكومة جعفر النميري عندما أعلن الشريعة الإسلامية، كان ولا زال في حصار قربي غير معلن وفي دعم مستمر لحركات التمرد. طيب. وأبرز تجليات هذا الدعم والمؤازرة القربية لاستهداف أطراف السودان كان هو انفصال دولة جنوب السودان بالاستفتاء الذي كان في 2011 بعد يعني تمرد دام منذ العام 1955. طيب. قبل مغادرة المستعمر الإنجليزي. ابتدرت أيضا حركات تمرد في شرق السودان عبر الحدود مع إثيوبيا وأريتريا. هذه الحركات التي كانت في شرق السودان ابتدرت تمردا في جنوب كردفان مناطق جبال النوب التي يقودها عبد العزيز الحلو. طيب. ابتدرت تمردا في جنوب النيل الأزرق يقوده كان مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الحالي الذي جاء وفق الاتفاق جوبا. طيب. وحركات دارفور، هذه حركات كلها كانت موجودة في فضاء إقليم دارفور، ابتدرت هذا التمرد منذ العام 2003. فبالتالي السودان بصورة عامة مستهدف استهداف خارجي بشد أطرافي، وهذا الكلام ليس كلاما إعلاميا إنما هذه هي السياسة الأمريكية المعلنة التي أعلنتها وزيرة الخارجية الأسبق مادلين أولبرايت، وعقدت لذلك مؤتمرا في كامبالا وفي نيروبي في 1992-93 من القرن الماضي، وهذه السياسة لا زالت تعمل. طيب. هذه القوة تم تكوينها لمكافحة هذه الحركات، حركات التمرد في إقليم دارفور. خارج الجيش؟ خارج الجيش هي ميليشيا محلية ممكن تسمى قوات صديقة. كل القوات في العالم عندما تواجه حرب للعصابات تحاول أن تناور بحماية المنطقة التي يتم فيها النزاع المسلح، لأن هناك مكونات مختلفة لقبائل مختلفة، فيتم توفير حماية جزئية لبعض المكونات حتى ينصرف الجيش لقتال هذه الحركة. كانت تأتمر بأوامر وزارة الدفاع البشير. كانت تأتمر بأوامر وزارة الدفاع وكانت تحت قيادة القوات المسلحة ولا تتحرك إلا بتحركات قيادات القوات المسلحة، ولم يكن لديها هذا يعني هذا الصيت من القيادة بصورة. طيب. عامة. هذا التكوين كان في هذا الزمن أخطاؤه يمكن أن نتحدث فيها لاحقا، ولكن عموما هذه هي افتراضات أو دواعي تكوين هذه القوة. بعد تكوين هذه القوة نجحت نجاحا كبيرا في الميدان، لها قيادة أسرية لأنها محمد حمدان دقل هو قائدها، وقائد ثاني هو عبد الرحيم شقيقه يعني أكبر منه في السن ولكن هو قائد ثاني القوة. طيب. والتكوين القبلي كان في الغالب من قبائل المنطقة ومن قبيلة الرزيقات، وحتى في قبيلة الرزيقات من يعني ضلع في هذه القبيلة. وتآزرت معها يعني في هذه القوة تم تكوين قبائل أخرى. هذه هي طبيعة الدعم السريع. ما تم هو اختراق خارجي لإعادة تصويب بندقية الدعم السريع إلى صدور الدولة السودانية بدل أن كانت هي في خدمة الجيش. نعم. وهذا تم في محطتين أساسيات. سمحت الحكومة السودانية في نهاية عهد الرئيس عمر البشير بالتعامل مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية. طيب. وكانت القوة التي تعمل في الأرض لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الصحراء السودانية، تعرف هذا مسار للهجرة طبعا إلى أوروبا، يأتي من وسط وشرق أفريقيا. كل المهاجرين يأتوا عبر السودان عبر الصحراء الليبية إلى البحر المتوسط ثم إلى أوروبا. فكانت القوة التي تعمل في الأرض هي قوة الدعم السريع، وإتاحة هذه الفرصة لهذه القوة ذات التكوين العشائري ذات التكوين الشخصي والأسري للتعامل مع دول كالاتحاد الأوروبي وأجهزة مخابرات عالمية شرسة قادرة على الاختراق قادرة على إعادة تصويب الأهداف من جديد، هذه محطة مهمة كانت في إعادة توجيه بوصلة الدعم السريع. المحطة الثانية كانت هو مشاركة السودان في عاصفة الحزم في السعودية، ونحن نعرف أن الجيش السوداني لا زال موجود في الحدود الجنوبية للسعودية ليحمي هذه الحدود، وشارك في عاصفة الحزم في إطار هذا التحالف العربي الذي كان يحارب في اليمن، ومن ضمن هذا التحالف كانت الإمارات العربية المتحدة حاضرة. الجيش السوداني سمح لوحدات من هذه القوة قوات الدعم السريع أن تشارك في عاصفة الحزم داخل الأراضي اليمنية والسعودية. صحيح. وهذا التنسيق أيضا هذه المحطة كانت هي المحطة التي ربطت ما بين الدعم السريع وما بين الإمارات. ونحن نسمع في الإعلام ونسمع في أضابير الأمم المتحدة ومجلس الأمن شكوى السودان على الإمارات لأنها تدعم هذه الميليشيا. فهذه هي الصورة الأولى، لأن هذه الميليشيا تم تكوينها بوصل الجيش لأغراض عملياتية ميدانية محدودة. طيب. ثم تم استلابها خارجيا. الآن هي تغاتل في مشروع يستهدف السودان شبيه للمشروع الذي استهدف الصومال، ووجه سلاحها إلى الشعب السوداني وإلى القوات المسلحة. طيب دكتور محمد تورشين أجدد الترحيب بكم. السودان
كما هو معلوم يشكل هدفا للأطماع الدولية والإقليمية، وهذا ما وضحه الأستاذ عامر. ولكن هل يمكننا في هذا السياق الذي تفضل به أستاذ عامر أن نقول إن السودان ما زال أسير التدخلات الإقليمية والدولية التي بدورها أججت الصراع في ربما أقاليم محددة؟ في البدء التحية لك وللأستاذ عامر، وأنا في تقديري الخلفية القدمة خلفية ممتازة جدا. نعم. بتعكس الكثير من التحديات، بالرغم من أن هنالك جزئية ينبغي أيضا أن نشير لها، بأن يمكن تقسيم مراحل تطور الدعم السريع إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى عندما كانت قوات صديقة تعمل في إطار تعاون مع الاستخبارات العسكرية، وتلك الفترة هي التي شهدت جرائم وانتهاكات كبيرة، ويمكن أن نطلق عليها منذ انطلاق الحرب في دارفور حتى العام 2010-2009. في تلك الفترة الدعم السريع كان قوة شبه نظامية، لكن الدعم السريع وإبان الخلافات والصراعات داخل المنظومة الحاكمة، حزب المطار الوطني الحاكم، استطاعت تيارات كبيرة جدا أن تستغوي بالدعم السريع حتى تحافظ على مراكز نفوذها، بحيث أن هنالك مخاوف باعتبار أنه يمكن أن يحدث انقلاب من قبل المؤسسة العسكرية وما إلى ذلك، الأمر الذي استدعى أن يتم أيضا تحييد ودمج أو تتبيع الدعم السريع إلى جهاز الأمن والمخابرات، باعتبار أن كانت هنالك ملاحقات قضائية دولية عندما أحال مجلس الأمن الدولي ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحتى تتفادى الحكومة السودانية هذه المطالبات دمجت أو تبعت الدعم السريع إلى الجهاز الأمن والمخابرات، واسم الدعم السريع تم إطلاقه عندئذ في تلك الحقبة 2013. من قبل كانت هي قوات تتبع للاحتياط المركزي، كانت عبارة عن ميليشيات. فأنا في تقديري الدعم السريع بالإضافة إلى العامل الخارجي، العامل الذي سمح له أيضا بالنمو وحتى يصل إلى العالم الخارجي، سواء كان القوى الإقليمية كالإمارات ومشاركته في عاصفة الحزم، وكذلك الدور الذي ظل يلعبه في مكافحة الهجرة غير الشرعية، هي الصراعات داخل منظومة الحزب الحاكم، باعتبار أن في العام 2015 بدأت هنالك أصوات تصدر من داخل أروقة الحزب الحاكم بضرورة تنحي عمر البشير وأن تكون هنالك قيادة جديدة وما إلى ذلك. فأنا في تقديري الدائرة المقربة من عمر البشير كانت ترفض هذا الطرح وأبدت تتخوف من الأجهزة الأمنية بما في ذلك جهاز المخابرات والجيش السوداني، فبالتالي لجأت إلى محاولة تصدير الدعم السريع كقوة منفصلة أشبه بجهاز المخابرات وكذلك أشبه بالشرطة والجيش السوداني، عندما أقرت القانون الذي أجاز للدعم السريع هذا التمدد النسبي، وهو قانون 2017، عندما أصبحت الدعم قوات الدعم السريع هي قوات تتبع لرئاسة الجمهورية بشكل منفصل عن الماضي. في الماضي كانت تتبع في بعض الأمر للاستخبارات العسكرية ومن بعد لجهاز المخابرات. وأنا في تقديري حتى تلك اللحظة وحتى سقوط النظام في العام 2019 كان الدعم السريع قواته لا تتجاوز 30,000، وأنا كنت حاضرا في الثورة وكنت مشاركا، لكن عندما سقط النظام بدأ الدعم السريع ونتيجة للتغذية التي حدثت من الخارج كما تفضل الأستاذ عامر، تغيرت المعادلة، أصبحت قيادات الدعم السريع من قيادات بسيطة عادية ليس لديها قدرات عسكرية ولا قدرات سياسية، أصبحت لديهم أطماع وطموح، وهذا أيضا يعود للقدرات الاقتصادية التي امتلكها الدعم السريع عندما دخل في حرب مفتوحة أيضا في مطلع العام 2013 مع الأب الروحي لهذه القوات اللي هو الشيخ موسى هلال زعيم المحاميد وقائد مجلس الصحوة الثوري، وعندئذ استولى على مساحات واسعة من جبل عامر، وجبل عامر هذا يعني يعتبر من أكبر المناجم التي تنتج الذهب في السودان، فضلا عن ذلك استولى أيضا على مناجم كبيرة في جنوب دارفور في منطقة السونغ، وهذه المنطقة هي محازية لدولة جنوب السودان وأفريقيا الوسطى. فأنا في تقدير النقطة الفارقة التي جعلت الدعم السريع يصبح أداء في يد القوى الإقليمية، وكذلك هذه القوى تغذي الأطماع الشخصية لمحمد حمدان دقلو، عندما أصبح معادلة في المشهد السياسي عندما تم تعيينه من قبل عبد الفتاح البرهان نائبا لرئيس مجلس السيادة، ومن قبل الخطورة بإلقاء المادة الخامسة، تلك المادة هي كانت تغيد
النشاط الدعم السريع، تحركاته لا يمكن له أن يتحرك دون إذن القوات المسلحة، كذلك في قضية التسليح وفي قضية التجنيد. تلك المادة سمحت له بالتمدد في فترة وجيزة من 30,000، الآن قبل المعركة عدد قواته تفوق 100,000. الأهم من ذلك، أصبح محمد حمدان دبلو رجل دولة، يسافر إلى الخارج، يلتقي قيادات الدول وما إلى ذلك. دي الجزئية اللي حبيت فقط أكمل بها الجزئية. أنا في تقدير السودان هو يعاني من إشكاليات داخلية، حتى نكون أكثر موضوعية، هنالك إشكاليات حقيقية مرتبطة بميزان التنمية، هنالك إخفاق كبير جدا، كل الحكومات التي حكمت السودان لم تقدم نموذج تنموي، كذلك فشلت في صهر كل الهويات السودانية والثقافات السودانية، فهوية سودانية موحدة أو جامعة، بحيث أن القوى السياسية كانت تراهن دائما على التناقضات، بحيث أنها تستقوي بالتحالفات القبلية والعشائرية باعتبار أن المجتمع السوداني هو مجتمع قبلي. طيب دكتور، لم تقدم الدولة نعم. على أي خطوات جادة لمحاولة تغيير النمط من نمط قبلي إلى نمط تسود فيه الدولة، بحيث أنا أتحدث لك وأنا من إقليم دارفور وإقليم دارفور هو من الأقاليم المهمشة جدا، أؤكد لك بأن السلطات، سلطات الدولة سواء كانوا السلطات الشرطية أو القضائية أو ما إلى ذلك، هي فقط موجودة في المدن الكبيرة، في نيالة، في زالنجة، في الضعين، في الفجر وما إلى ذلك، في المحليات، في القرى، في البلديات وما إلى ذلك، لا وجود للدولة. الهيبة هي هيبة السلاح، هيبة الإدارات الأهلية، هيبة القبائل. كل هذه الإشكاليات جعلت إنه هذه التناقضات بلا شك العالم فيه قوة كثيرة لديها مصالح تسعى لتحقيقها، فدائما ما تستغل هذه التناقضات لمحاولة الولوج والتقلقل في الدول حتى تحقق مصالحها. مع العلم أن السودان غني ويتمتع بموقع جيوستراتيجي. انضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة إفريقيا العالمية الدكتور محمد خليفة. دكتور محمد مرحبا بكم. يعني اقتطع جنوب السودان من جسد البلد، وذلك بعد سلسلة من الحروب ذات النزعة العرقية، وغدت هذه النزعة العرقية بعض الدول الكبرى الغربية. المجتمع الدولي بقي متفرجا كعادته على ما يحصل في السودان. إذا أردنا تحميل المسؤولية دكتور محمد خليفة، من يتحمل مسؤولية هذه الاضطرابات وهذه الحروب التي جرت في السودان والذي يعاني منه السودان الآن؟ شكرا جزيلا، حياك الله دكتور. شكرا لضيفك. تفضل دكتور. طبعا القضية السودانية فيها تعقيدات بالغة أشار إليها دكتور محمد برشين، فتحميل المسؤولية لجهة ما أو لمنطقة ما او لشخص ما، هذا يعني قد يجعل الامر يعني مقتصرا على واحد او مكان واحد او منطقه واحده، لكن الازمه تعقيداتها جزء يتحمله الداخل السوداني، تناقضات واشكاليات السودانيه التي ظلت تدير لاكثر من 60 او 70 عاما تزيد عن ذلك، بالاضافه الى ايضا الجانب الخارجي هو اساسي جدا في الازمه السودانيه، رغم اننا نؤمن بنظريه المؤامره، لكن السودان ظل يتعرض لغزو اجنبي منذ يعني الدوله اسقطت بغزو اجنبي، دوله سنار اسقطت بغزو اجنبي، والان هذه هي ايضا اشبه بالغزو الاجنبي، لانها عمادها مرتزقه او من خارج الحدود و مولتهم دول معروفة، وتقف معهم أيضا دول في من دول الجوار وأيضا بعيدا عن دول الجوار، فإذا الأزمة فيها كبار تعقيدات مختلفة، لا نستطيع أن نحمل المسؤولية لها لجهة واحدة أو لمكان واحد، ولكنها بهذه التعقيدات هي جهات كثيرة، منها الداخل السوداني ومنها أيضا الخارج ومنها أيضا المخططات تحاول أن تجد من هذا البلد الغني بالموارد موطئ قدم فيه، لأن معظم دول أفريقيا ذات الموارد الغنية تتعرض لذات الإشكالات ويصعب عليها أن تجد استقرارا وتبحث عن تنمية، لأنها يجب أن تظل ضعيفة مهيضة الجناح حتى يستطيع الآخر أن يدخل ويلعب على تناقضاتها ويستغلها إلى أن يأتي من يعيد إلى جدة التصور. أستاذ عامر، يعني كعادتها الأمم المتحدة تكتفي بإصدار البيانات دون وضع استراتيجية واضحة وحقيقية
تنهي معاناة الشعب السوداني. في هذا السياق، في هذه النقطة، هل يمكننا القول أن المجتمع الدولي شريك فيما يجري في السودان الآن من صراع وحروب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؟ طيب، بداية يعني خلينا نحن في البداية نشيد ببيان هيئة علماء المسلمين في العراق، لأنه هذه يعني هذا البيان لديه دلالة كبيرة جدا لدينا نحن السودانيين. هذه الحرب تدور لأكثر من عام في ظل تجاهل الأصدقاء والجيران والأشقاء. صحيح. وهذا التجاهل متعمد، لأنه نحن موجودين في إطار الجامعة العربية، موجودين في إطار المجتمع الإسلامي الضخم، لم نرى تآزرا ولا وقفة مع السودان. صحيح. لا من الدول كحكومات ولا من الشعوب. ولذلك أنا أفتكر أنه هذا البيان هو محطة مهمة جدا، ويعني أن إعادة تصحيح صورة الحرب في السودان بدأت تصل إلى الآخرين. لأنه هذا القلق الذي عبر عنه هذا البيان يؤكد أن هذه الحرب يعني أصبحت من مشغوليات المسلمين أينما كانوا. صحيح. على الأقل على مستوى رموز هذه المجتمعات المسلمة أينما كانت. يعني الأمم المتحدة ودورها، الأمم المتحدة كما نعرف هي تمثل المجتمع الدولي حسب مصالح هذه القوى الدولية الكبرى. الحرب في السودان ساهم فيها بشكل مباشر شيء اسمه الرباعية. الرباعية هذه كانت هيئة تعمل لإسناد الحكومة المدنية بعد تغيير عمر البشير. تتكون هذه الرباعية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا ومن السعودية والإمارات، ولك أن تتخيل أنهم يعملون على يعني دعم الديمقراطية في السودان. حتى يعني تشكل عند السامع الكريم الصورة أن هذه الرباعية التي تتكون من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بكل هذا التاريخ المشهود والمعروف في المنطقة، الآن هم يعني يقفون خلف قوى مدنية حزبية ضيقة الحيز ليس لديها وجود في جموع الشعب السوداني، ولذلك تأبى أن تسهم للانتخابات وتحب أن تطيل الفترة الانتقالية لعشر سنوات. كانت هذه هي القوة السياسية الضيقة التي تنفذ البرنامج الغربي في السودان، ولذلك وقفت معها هذه الرباعية. واستطاعت الولايات المتحدة أن تجند الأمم المتحدة بأن أغروا هذه القوى السياسية لتخاطب الأمم المتحدة لطلب بعثة لدعم التحول الديمقراطي في السودان. فكون مجلس الأمن بعثة الإسناد المدني أو إسناد السودان للتحول المدني، وكانت هذه البعثة التي سميت بيونيتامس برئاسة فوركل بيرتس، وهذا الرجل معروف أنه كان في سوريا وكان في عدد من الدول التي تدمرت في المنطقة، وهو رجل صاحب مشروع تدميري تفتيتي للدول. تم تعيينه رئيس لهذه البعثة بناء على طلب السفير البريطاني في السودان عرفان صديق، الذي أوعز لرئيس الوزراء في الفترة الانتقالية عبد الله الحمدوك، الذي أرسل هذا الخطاب خفية حتى بدون علم المجلس السيادي. فبالتالي وضع الشعب السوداني ووضع القوى السياسية كلها في مأزق كبير جدا عندما طلب من مجلس الأمن بعثة لإسناد الحكومة في السودان. هذه البعثة جاءت وحاولت أن يعني تفكك كل ممسكات الوحدة السودانية. تدخلت في القوانين وحاولت أن تعدل هذه القوانين بما يخالف حتى الشعور الشعب السوداني. السودانيين متدينين. لهم ارتباط بالدين الإسلامي، ساوموا على هذا الدين الإسلامي ورضوا بأن ينفصل الجنوب وتبقى الأحكام الإسلامية في الشمال، لكنهم جاءوا لتغيير كل هذه الأحكام وفرض يعني أشياء جديدة ودخيلة على المجتمع السوداني. لك أن تتخيل أن مقر جمعية القرآن الكريم، هذه الجمعية التي ترعى تحفيظ القرآن الكريم، تم تسليم هذه الجمعية لمنظمة لرعاية المثليين والنوع في السودان. يعني كان في سفور في معادات الإسلام في تغيير المناهج، حتى التغيير تم بشكل مستفز يعني برسومات الغربيين المستفزة للذات الإلهية وغيرها داخل المناهج التربوية. وكان هذا الفعل المجاهر به مقصود في ذاته، حتى يتم استفزاز الشعور العام وحتى يتم تسكين هذه التغييرات بنفس المناهج التي تم تسكينها بها في هذه العلمانية القاسية التي تم تسكينها في عدد من الدول. وبالتالي الأمم المتحدة هي جزء، عفوا نكمل هذه الصورة، الأمم المتحدة هي ألعوبة في يد الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا بمجرد أن قامت هذه الحرب التي هندستها هي طوالي ابتدرت منبرا في جدة مع السعودية. وهذا المنبر لم يكن هدفه الوصول إلى السلام، وإلا كانت الولايات المتحدة كقوة دولية قادرة على فرض وقف إطلاق النار وقادرة على فرض وقف إمداد الدعم للدعم السريع عبر الإمارات
وعبر المرتزقة أكثر من 130 ألف مرتزق عبر الحدود من أكثر من 7-8 دول قدموا إلى السودان وقاتلوا بهذا المال الذي يأتي لهذه الميليشيا وبهذا العتاد والسلاح الذي يأتي. فكان في مقدور الولايات المتحدة أن تساهم في إيقاف هذه الحرب في أسابيعها الأولى ناهيك عن شهورها. بالضبط. نعم. لكن استمرت هذه الحرب. نعم. لأن الولايات المتحدة حرصت حتى على منبر السلام الموجود في جدة أن يكون منبرا لإدارة النزاع. ونحن نعرف أن سياسة الولايات المتحدة هي أن تعطي الحرب حدها الأقصى حتى يتم إنهاك الأطراف والوصول إلى التسوية التي يقبل بها تقبل بها الإدارة الأمريكية. نعم. وهذا هو المشروع الذي يمضي في السودان. دكتور محمد تورشين، تحدث الأستاذ عامر عن شراكة المجتمع الدولي فيما يجري في السودان من اقتتال وصراع بين قوات الدعم السريع ميليشيا الدعم السريع والجيش السوداني. تزايد جرائم الإبادة التي أخذت تطال يعني قرى ومناطق بأكملها، تفشي المجاعة بين النازحين والمشردين التي تهدد ملايين البشر بالفناء خاصة الأطفال كما ذكرنا في المقدمة الذين باتوا ضحايا الألم والموت البطيء نتيجة سوء التغذية الحاد. هنا نتحدث عن دور الاتحاد الإفريقي في كبح جماح هذه المآسي. هناك غياب واضح للاتحاد الإفريقي، ما السبب في ذلك دكتور؟ هو عموما المنظومة الدولية الجهات الممولة والمانحة هي لديها قدرة بشكل كبير جدا في التحكم على قراراتها وكذلك التحكم في تحركاتها بشكل أو بآخر. ومعلوم تماما أن الاتحاد الإفريقي يعتبر من أضعف التكتلات الإقليمية في العالم، نتيجة لأن الدول الإفريقية هي دول غنية بالموارد والثروات لكن في الوضع الحالي هي فقيرة جدا، وكذلك الكثير من الدول أصبحت بشكل أو بآخر لديها تأثير على الاتحاد الإفريقي وعلى التكتلات الإقليمية كتكتل الإيجاد، بحيث أن السودان هو جزء أصيل من تكتل الإيجاد. فأنا في تقديري هذه الإشكالية أو ضعف دور الاتحاد الإفريقي في الأزمة السودانية فهو دور بنلحظه بشكل عام في كل القضايا الإفريقية، يعني حتى نكون أكثر إنصافا أن الاتحاد الإفريقي دوره محدود في الأزمة الأثيوبية التي سبقت الأزمة السودانية، دوره محدود في الأزمة التي ظلت حاضرة في الكونغو الديمقراطية، في كل الأزمات، بل مؤسسات الاتحاد الإفريقي في كثير من الأحيان يتم توظيفها لشرعنة الأوضاع الانقلابية حتى تصبح أوضاع دستورية كما حدث في تشاد، بحيث أن تولي محمد إدريس ديب للسلطة كان أمرا غير شرعيا، ووفقا لمواثيق الاتحاد الافريقي كان ينبغي ان يتم تصنيفه انقلابا عسكريا، لكن لم يحدث ذلك نتيجه لوجود موسى فتي محمد مفوضا للاتحاد الافريقي. فبالتالي انا في حسب معرفتي وحسب قراءتي للاحداث الافريقيه لا اتوقع ان يكون للاتحاد الافريقي دور في الازمه السودانيه باي حال من الاحوال، لان العوامل ادى لضعف الامكانيات وتركيبه الاتحاد الافريقي. فضلا عن ذلك السودان تعاطيه مع الاتحاد الافريقي اصبح محدود نتيجه للانقلاب العسكري الذي حدث في السودان، هو الانقلاب على السلطه المدنيه، البعض يسميه انقلاب والبعض الاخر يسميه غير ذلك، لكن انا في تقديري كل هذه العوامل جعلت حضور السودان او عضويه السودان في الاتحاد الافريقي باتت محدوده وتاثيرها محدود في ظل وجود اقطاب وكذلك قوة لديها تأثير غير مباشر على الاتحاد الإفريقي. بمعنى آخر أنا في تقدير إسرائيل لديها تأثير على الاتحاد الإفريقي، القوة الإقليمية حاضرة ولديها تأثير وعلى رأسهم الإمارات، من حيث أن مؤخرا في آخر جلسة للإيجاد كانت الإمارات حاضرة بوفد رسمي رفيع المستوى، الكل تساءل لماذا يأتي وفد بهذا المستوى للمشاركة في جلسات الإيجاد، ومعلوم أن الإمارات هي من قارة أخرى ليس لديها أي دخل. هذا يفسر لك بأن الاتحاد الإفريقي لن يكون لديه دور في السودان. طيب. بأي حال من الأحوال الأهم من ذلك أنا في تقديري مجريات الأوضاع العسكرية في السودان حتى الآن الاتحاد الإفريقي لم يصنفها بالشكل المطلوب، وإنما يوصف ما حدث في السودان بأنه اقتتال أو صراع بين جنرالين، وأنا في تقديري هذا التوصيف غير سليم وغير دقيق. فبالتالي إذا كان الاتحاد الإفريقي لم يوصف ما حدث في السودان بأنه كانت محاولة انقلابية فشلت ومن بعد تحول إلى تمرد، فأنا في تقديري هذا المدخل مهم جدا لمحاولة التواصل مع الأطراف ومحاولة
فرض رؤية للتفاوض. فأنا في تقديري حتى محاولة إشراك الآن الاتحاد الإفريقي والإيجاد في منبر جدة لن يأتي بأكله، وإنما ربما مدخل غير صحيح أيضا. فأنا في تقديري الآن الأزمة السودانية حلها ينبغي أن يكون سوداني سوداني من خلال سيناريوهات يمكن الحديث عنها فيما بعد، لكن ينبغي أن يكون هنالك حوار جامع للقوى السياسية، والحديث أيضا عن ضرورة توحيد الجيوش السودانية في جيش واحد، طيب والأهم من ذلك البحث الآن عن مقاربة سواء كان عسكرية تضعف الدعم السريع من بعد إرغامه على تسوية بإبعاد القيادات الأسرية، أو الحديث عن مقاربة عسكرية حاسمة. فأنا في تقديري أيضا المسألة ستكون صعبة في ظل شح الإمكانيات، في ظل تعقيد المشهد الدولي، باعتبار أن السودان الآن سيكون مسرح للصراع والتنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بعد التحركات الأخيرة التي طيب. قام بها السودان نحو روسيا. دكتور محمد خليفة، في بيان لهيئة علماء المسلمين في العراق، شهد السودان في هذا البيان يتحدث خلال الأيام الماضية شهد تطورات خطيرة تمثلت في سقوط مئات الضحايا دفعة واحدة، لا سيما في الجزيرة وأم درمان والفاشر، بعد هجوم ميليشيا الدعم السريع على بلدة وادي النورة في منطقة الجزيرة الذي تسبب بمقتل ما يربو على 200 شخص وقصف الأحياء السكنية في أم درمان وقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة 50 آخرين دفعة واحدة. نحن تحدثنا، الأستاذ عامر تحدث عن دور المجتمع الدولي، والأستاذ محمد تورشين تحدث عن دور الاتحاد الإفريقي، نحن نتحدث الآن عن دور الجامعة العربية. هذه الأرقام ألا تحرك الجامعة العربية في اتخاذ موقف واضح صريح وبالتالي إيجاد مخرج لهذه الحرب؟ الجامعة العربية تعلم أخي الكريم أنها ضعف أن تتخذ أي موقف، وهي طبعا وقعد أصدرت بيان شجب وإدانة لمجد ود النورة، هذا هو المتوقع منها لا أكثر. لا أظن أن الجامعة العربية قادرة أن تقدم شيئا، لأن هذه الأزمة وهذه الحرب الآن دخلت عام ثاني وتقدم الجامعة العربية شيئا. لكن على مستوى الدول ربما هناك العربية لها أدوار إيجابية جدا تجاه الأزمة في السودان، على رأسها دولة قطر التي قد معونات وعينية وصحية، ووزيرة الدولة القطرية السيدة لؤلؤة الخاطر هي الوزيرة العربية الوحيدة التي وصلت إلى العاصمة الإدارية للسودان ووقفت على أوضاع النازحين في السودان وما حولها، وقدمت وظل الدعم المتواصل عبر الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية ومنظمات أخرى كثيرة. فقطر هي الدولة العربية ربما الأكثر تقديما للعون الإنساني والوقوف مع السودان، وأيضا إدانة كثير من الانتهاكات التي قامت بها الدعم السريع. أيضا مصر قدمت مبادرة دول جوار السودان وتقدم مساعدات يعني جيدة وتستقبل عدد كبير جدا من العالم. دكتور محمد الصوت يصلنا متقطعا، اسف. سنذهب الى الاستاذ عامر الى ان يتم معالجة هذا الخلل من قبل الزملاء. استاذ عامر، كما ذكرت هيئة علماء المسلمين في العراق، السودان يعاني منعزلا وعن العالم الذي انشغل باحداث كثيرة منها العدوان الصهيوني على اهلنا في غزة والحرب الروسية الاوكرانية. في هذا السياق وانشغال العالم، وهناك من أطلق على الأزمة في السودان بأنه يمكن أن أطلق عليها بالحرب المنسية في السودان، غائبة عن المجتمع الدولي وحتى عن يعني الدول العربية والإسلامية، في هذا السياق هل يمكن للسودانيين أن يجدوا مخرجا لهذا الصراع، بمعنى أن يكون الحل سودانيا خالصا كما تفضل بذلك الدكتور محمد تورشين؟ وطبعا أول حاجة هي حرب منسية، لأنه الأطراف الدولية التي تستهدف السودان قصدت أن تكون حرب منسية. وسلف ويعني تحدثنا عن دور الولايات المتحدة في حتى محاصرة منبر معالجة الحرب في السودان، طيب. بأن جعلوا هذا المنبر شراكة بين الولايات المتحدة والسعودية في منبر جدة، ولم يطرحوا حلولا ولم يضغطوا على الطرف الذي لم ينفذ اتفاق جدة للقضايا الإنسانية وهو الدعم السريع. نعم.
وكذلك هو منسي لأنه الدول العربية لم تتفاعل مع القضية السودانية، لأن جزء من هذه الدول هي متورطة في الملف السوداني ولها نفوذ مالي تتحرك به في هذا الفضاء الكبير. نحن رأينا أن مصر عقدت مؤتمرا في بداية هذه الحرب لدول جوار السودان، وكان مؤتمرا إيجابيا، أكد على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وأكد على الوقوف على مع مؤسسة الدولة باعتبارها، مؤسسة الجيش باعتباره المؤسسة الرسمية للدولة. لكن هذا اللقاء الذي عقد في القاهرة لدول جوار السودان لم يتحرك أكثر من ذلك، لأن قوى إقليمية موجودة كانت لديها لها رأي واضح في هذا الموضوع، ويمكن أن نقول أنها نجحت في تظبيط همة هذا المؤتمر. السودانيين بأنفسهم يجب أن يحلوا هذه المشكلة داخليا، أو بالكثير يعني على أقل تقدير أن يحيدوا العامل الداخلي الذي يتعامل مع الاستهداف الخارجي في السودان، ويكون ذلك بجمع الصف السوداني على كلمة سواء. الإشكالية الداخلية أن هناك قوة سياسية داخلية، أشخاص وأحزاب ارتبطوا بالمشروع الغربي ارتباطا مشيميا في هذه الفترة التي سبقت سقوط النظام عمر البشير، واستلموا المشهد الحكمي بعد سقوط عمر البشير، وارتباطهم بهذا المشروع ارتباط نهائي، يعني هذا الارتباط مع المشروع الغربي لا انفصام منه. هذه المجموعة تمثلها قوى الحرية والتغيير التي عادت تمصهر نفسها في المسرح السياسي بتنسيقية تقدم، تنسيقية القوى المدنية تقدم برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. هذه القوة تحاول أن تعبث بالمسرح الداخلي وعدم يعني لم شمل السودانيين داخليا، وتحاول أن تصدر صورة للخارج أن الحرب في السودان هناك طرفي نزاع يمكن الوصول إلى تسوية بينهم، بينما أن الدعم السريع وغلت في دماء السودانيين وفي أعراضهم وانتهكت أعراض السودانيين ونشرت الحرب على مساحة واسعة، بحيث لا يمكن التصالح مع هذه الميليشيا وإعادة إنتاجها في مسرح العمل السياسي والعسكري. ولذلك هذه الحرب ستنتهي بانتصار الشعب السوداني انتصارا حاسما باصطفاف خلف المؤسسة العسكرية. والآن المشكلة في السودان، هذه المشكلة التي تستهدف السودان تختلف عن المشكلة التي كانت في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، رغم أن العامل الخارجي واحد، لأن في السودان الشعب السوداني كله خلف المؤسسة العسكرية. ليس هناك خلاف في ذلك. الآن بدأت جهود شعبية في تعريف أن السودانيين يجب أن يقوموا بدور. صدرت أصوات مهمة جدا من قبائل كان يظن أنها حواضن لهذا التمرد. وأقصد بذلك قبائل الميسيرية وقبائل الرزيقات في دارفور وفي كردفان. صارت أصوات عاقلة تحدثت، حاولوا استهداف هذه الأصوات من داخل مكونهم. يعني هناك الزعيم الكردفاني المشهور حسن الصالح صلوحة، هذا أحد الأصوات العاقلة الذي تحدث في بداية الحرب أن هذا التمرد ليس له قبيلة، وهذا الإجرام يجب أن لا تغطي عليه القبائل بالسكوت، ولذلك يجب أن ننزع يدنا كقبائل من هذا التمرد. وقال هذا الكلام، وكان له تحرك في محيطه القبلي في غرب كردفان لجمع الأصوات المؤيدة لهذا الاتجاه، لأنه هذه الأصوات هي التي يمكن أن تحيد الصراع من منطقته. للأسف تم استهدافه بمحاولة اغتيال، وقتل فيها ابنه ونجا هو الحمد لله. والآن هو تحرك، وهذا الحراك الآن جاءت عليه أصوات أخرى حتى من الرزيقات، حتى موسى هلال الذي كان قديما يعني قائدا لحميتي وقائدا لهذه المجموعات المسلحة، الآن في دارفور تجمع وأرسل أصواتا مؤيدة للقوات المسلحة. بالأمس كان هناك وفد شعبي من قبيلة الرزيقات التي ينتمي إليها حميتي موجودة في بورسودان، قابلوا رئيس مجلس السيادة الذي أكد على أن الرزيقات لا يتحمل مسؤولية هذا التمرد، إنما يتحمل مسؤوليته محمد حمدان دقلو وآل دقلو، لأنه هذه تصرفات شخصية عائلية لا يمكن أن تؤخذ بجريرتها القبيلة، لا تؤخذ بجريرتها القبيلة التي ينتمي إليها. الآن هذه الأصوات تتجمع. هناك مؤتمر كان للقوى الداخل عقد في القاهرة قبل أكثر من شهرين لعدد من القوى السياسية، فيها حركات المسلحة التي وقعت على اتفاق سلام جوبا وكانت في الحياد والآن تقاتل مع الجيش السوداني. كل هذه القوى السياسية اتفقت على أن السودان يجب أن تكون له حلول داخلية. أنا أعتقد أن الجهد الداخلي يتبلور وله أثر كبير جدا، وسيساهم في عامل من عوامل تهدئة هذه الحرب وإنهاء وجود هذه إن شاء الله. دكتور محمد تورشين، الأحداث التي تعصب بالسودان وما يصحبها من تطورات من شأنها أن تأخذ البلاد إلى عمق سحيق نحو الهاوية كما ذكرت هيئة علماء المسلمين في بيانها، كيف يمكن أن نعلق على هذا المقتبس؟ أول شيء أنا فادني أيضا أن أشكر الإخوة في العراق
بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم على هذا التضامن المميز. وأنا في تقدير الله الأزمة التي يعاني منها العراق ويعاني منها الآن السودان ومن قبل كذلك اليمن وسوريا، أنا منظر لها من منظور آخر، بأن تلك الدول أو هذه الدول هي دول في الأصل دول لديها إرادة ولديها رغبة في إنشاء نماذج للحكم الديمقراطية وفقا للمعايير سواء كان العالمية أو المعايير الخاصة بتلك الشعوب. فبالتالي هذا الحراك وهذه التوجهات ستكون بلا شك مصدر إزعاج للأنظمة الملكية التي دائما ما تخشى من تحركات الجماهير وتخشى من تحول أنظمتها الملكية والمحاولة من التحول إلى أنظمة جمهورية. فبالتالي من الطبيعي جدا أن نجد أن الأطراف المؤامرة الخارجية أو محور الثورة المضادة هو مدعوم من أطراف معلومة تماما، ولا يمكن لهذه الأطراف أنا في تقديري أن تحل أو تأتي بالسلام إلى السودان أو تأتي بالسلام لأي دولة من الدول التي الآن وما زالت تعاني من الاضطرابات والإشكاليات، بحيث أن تلك الدول تعلم تماما أن نهضة هذه البلدان كالسودان وغيرها هي دول غنية بالثروات وبالإمكانيات وحتى بالموارد البشرية، وهذا يشكل مصدر قلق حقيقي لاستمرارية الأنظمة الحاكمة بين مزدوجتين. فبالتالي أنا أعتقد أنه الآن السودان فعلا بهذه الحرب، والسودان مهدد بالرغم من أن كان المخطط محاولة على الاستيلاء على السلطة في فترة وجيزة أو انقلاب سريع من خلاله يتم تحييد وكذلك توجيه الدولة السودانية لتحقق المشاريع الكبرى، سواء كان المشاريع المرتبطة بالجزئية التي أثرتها قبل قليل مسألة التحول الديمقراطي والحريات بشكل عام، أو من خلال محاولة قمع التوجهات العامة، باعتبار أن إبان الفترة الانتقالية كانت هنالك محاولات للتطبيع مع إسرائيل وكذلك التوقيع على الاتفاقيات الإبراهيمية، إلا أن هنالك شرائح واسعة من الشعب السوداني رفضت ذلك. فأنا في تقديري كل هذه العوامل جعلت التحدي وجعلت الأزمة والأنصار أو القوى الخارجية المتآمرة أو المتحالفة ضد السودان هي كبيرة، بالرغم من أنني لا أؤمن بنظرية المؤامرة، لكن التوجهات أو السياسة الدولية بشكل عام فيها مصالح، فيها هنالك قوى لديها برامج ولديها مخططات تسعى لتحقيقها من أجل تحقيق أمنها القومي وتحقيق مصالحها، فكل هذه العوامل هي الآن حاضرة في الأزمة السودانية، وبالتالي استقلوا الإشكاليات والضعف الداخلي الذي ظل يعاني منه السودان. طيب. أنا في تقديري الآن الفرصة المواتية إنه أن يكون هنالك حوار سوداني سوداني جاد، أن تكون هنالك تنازلات، أن تكون هنالك درجة من المسؤولية، باعتبار أن محاولة فرض الحلول أو محاولة التأكيد على أن الحل سيأتي من الخارج، كل الحلول التي تطرح تطرح وفق الأجندة للدول التي ترعى المباحثات أو الدول التي تستضيف المباحثات، باعتبار أن لديها مصالح تسعى إلى تحقيقها. فالمأخذ الآن على القوى السياسية أنها هي ربما غير مدركة لهذا الأمر أو خطورته، هنالك تشظي هنالك انقسام، أؤكد أن هنالك ربما عناصر من قوى تقدم لديها مصلحة في الانقلاب وشاركت في الانقلاب، لكن هنالك عناصر أخرى ربما ليس لديها ارتباط بشكل أو بآخر. نحن نتحدث عن كل شخص أيد وساند هذا الانقلاب ينبغي أن يقدم إلى المحاكمة، طيب دكتور. ومسألة أن يكون هنالك عفو ما إلى ذلك كما عودتنا الحياة السياسية في السودان هذا أمر خطير جدا، يجعل مسألة التآمر على البلد أو على الوطن مسألة في غاية السهولة، لأن المتآمر يعلم تماما بأن هنالك عفو سيحصل عليه وربما يحصل على مكافأة بأن يكون مسؤول في الدولة وما إلى ذلك. فأنا في تقديري الآن مسألة الحوار السوداني أنا أؤكد عليها هي المهمة جدا، باعتبار أن ما قبل 15 أبريل ينبغي أن نسميه بالجمهورية الأولى وما بعد نسميه بالجمهورية الثانية، بالطراد والتوافق حول القضايا المهمة، قضايا الهوية، قضايا العلاقات الخارجية، مسألة علاقة الدين بالدولة، كل هذه القضايا هي قضايا محل خلاف، كل مجموعة لديها أطروحات مختلفة عن المجموعات الأخرى، ينبغي التشاور والتفاكر حولها والخروج بمسودة لدستور دائم يطرح لاستفتاء شعبي جماهيري، وذلك عقب انتهاء الحرب. فأنا في تقديري هذه مسألة مهمة جدا، لكن غياب القوى السياسية من المشهد وجعل الأمر بأنه معركة عسكرية فقط ستنتهي بين يوم بين ليلة وضحاها أو بين أيام معدودات، هذا سيعقد الأمر وربما
غياب المعادلة السياسية أو حكومة، حتى حكومة طوارئ، سيجعل من الأمر معقد جدا، لأن الآن الحياة توقفت، الحياة الاقتصادية، الحياة التعليمية، الحياة الصحية، كل هذه الأمور توقفت تماما، ونحن نتحدث عن أكثر من عام والحرب ما زالت مستمرة. فأنا طيب بتقديري الآن طيب دكتور، نعم المجهود المدني ينبغي أن يكون موازي للمجهود العسكري الذي ظل الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه طيب يقاتلونه دكتور، منذ عام وأكثر. دكتور محمد خليفة بدقيقتين لو تفضلتم في ذلك. تحدثنا عن السودان، ولكن إذا ما أردنا أن ننتقل إلى الحلول المتاحة لكي يخرج السودان من هذه المحنة، هل تعتقد أن الحل في السودان لابد من وجود اتفاق سلام دائم ومسار يفضي إلى انتقال سياسي نحو حكومة يقودها مدنيون؟ هل السودان محتاج في هذه الفترة إلى حكومة مدنية، وبالتالي يعني يبتعد عن الحكومات العسكرية؟ هل تعتقد ذلك؟ بدقيقتين لو تفضلتم دكتور. نعم، السودان يحتاج حكومة كفاءات تدير المشهد في ظل الحرب، حكومة لا علاقة لها بأي اتجاهات سياسية، حكومة تقنيات مهنيون يعرفون كيف يديرون المشهد الصحي والتعليمي وأيضا مشهد الحرب. هذه حكومة يمكن في أي لحظة أن يصدر قرار الرئيس الرئيسي أي رئيس وزراء وهو يقوم بتشكيل هذه الحكومة وتكون نهايتها بنهاية فترة الحرب. لكن التحديث عن حكومة مدنية ذات حاضنة من القوى السياسية الموجودة هذا أمر يجب أن تدرك في الانتخابات. أيضا هذه الحكومة أيضا يمكن أن تنهي أيضا الانتخابات، تنتهي بانتخابات عامة طيب قوى سياسية، طيب. وهذا هو السبيل الوحيد لحكومة مدنية، لا وضع الحرب. هذا أمر يعني له سوءات ولن يفيد البلد كثيرا. طيب دكتور محمد تورشين بدقيقة ونصف، كيف تنظر إلى مستقبل السودان من الناحية السياسية؟ ماذا يخبئ المستقبل للسودان؟ الواقع الحالي أنا في تقديري حتى الآن القوى السياسية لم تستطع أن تتوحد على برنامج حد أدنى، بحيث أن هنالك قوى الحرية والتغيير ما زالت تصدر نفسها بأنها هي القوى المدنية أو القوى الوطنية الوحيدة، وهذا أمر مؤسف للغاية. في الاتجاه الآخر أيضا هنالك عدد من القوى اللي هي قوى ميثاق السودان اللي بتضم في داخلها عدد من القوى السياسية، وهنالك أيضا تحالف قوى التغيير الجذري، فضلا عن الحركات المسلحة هي أيضا نعتبرها قوى سياسية. فبالتالي أنا في تقديري كل هذه القوى السياسية ينبغي أن تتفق على مشروع للحد الأدنى، ومن بعد هذا المشروع يمكن أن يكون هو خارطة الطريق لإدارة المرحلة المقبلة. لكن تشظي القوى السياسية وانقسامها على ذاتها سيفتح شهية قطاعات واسعة من داخل المؤسسة العسكرية بأنها تكون هي الحاكمة، باعتبار أن لديها مسوقات بأن القوى السياسية غير متفقة على برنامج وطني. الأمر الآخر أيضا سيطيل الحرب، لأن الحرب أيضا هي بحاجة إلى حراك سياسي وحراك دبلوماسي من خلاله تستطيع أن تقدم تطمينات للأطراف التي تدعم الدعم السريع، تخاطب مخاوفها، تقدم لها تضمينات وما إلى ذلك. فأنا في تقديري الدور السياسي مهم جدا، وسيكون له أثر إيجابي إذا تم استدراك الأمر مبكرا، وسيؤثر بشكل إيجابي في إنهاء الحرب. طيب دكتور أستاذ عامر، لابد من الإشارة إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان صرح قائلا إن السودان في طريقه ليتحول إلى دولة فاشلة بسبب الحرب، وهدد بالسيناريو الأسوأ. ما هو السيناريو الأسوأ الذي ينتظر السودان؟ بدقيقة لو سمحتم. توم بريليو المبعوث الأمريكي هو يعمل ضمن المشروع الذي يستهدف السودان. نعم. الولايات المتحدة جربت الانفصال بانفصال جنوب السودان. نعم. جربت أن تقسم السودان وتستنسخ دولة أخرى. ورأينا أن دولة جنوب السودان بالضغط الكنسي، ضغط الكنسي العالمي، تم فصل دولة جنوب السودان بهذا الاستفتاء، ولكن أنتجت دولة فاشلة لا تستطيع حتى الولايات المتحدة ولا حتى الشركاء الغربيين من الاستفادة من مواردها، لأنها الآن هي واقعة تحت ضغوط النزاعات الداخلية القبلية، لا تستطيع أن تسيطر عليها. الولايات المتحدة النموذج الذي تريده في السودان هو أن يتم تفتيت الدولة السودانية دون انقسامها، وهذا التفتيت يعني النموذج الليبي الموجود الآن في ليبيا حفتر وطرابلس، النموذج الموجود في اليمن
المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات العمالقة وهذا والحوثيين في اتجاه والحكومة في اتجاه، هذا هو النموذج الذي تريد ذلك وهو موجود الآن في سوريا وتحاول أن تحافظ عليه في العراق الولايات المتحدة بهذا التقسيم مرة على أساس ديني ومرة على أساس عرقي كردي عرب. في هذا هو المشروع الأمريكي، لأن هذا المشروع يخدم الولايات المتحدة. المخرج للسودان والمستقبل للسودان، أنا أقول أن يعني احتمالات وقدرات السودان للانتصار في هذه المعركة والتعافي من هذه الحرب كبيرة جدا ولا زالت في يد الشعب السوداني إن شاء الله بإذن الله. المخرج لذلك هو أن يعني يطرح العسكر قيادة الدولة في السودان، المجلس العسكري القيادة الموجودة الآن في مجلس السيادة تطرح رؤية القوات المسلحة للحد الأدنى من برامج التعافي للفترة القادمة. بعد أن تطرح هذا البرنامج وهذه الخطة تكون حكومة من أبناء الوطن غير المنتمين سياسيا، يعني حكومة تكنوغرات تقوم بتنفيذ هذه الخطة على وجه الخصوص. كان معنا عبر سكايب الكاتب والباحث في الشؤون الإفريقية الدكتور محمد تورشين، حدثنا مشكورا من فرنسا. شكرا جزيلا دكتور محمد. وعبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية في جامعة إفريقيا العالمية الدكتور محمد خليفة، حدثنا مشكورا من القاهرة عبر الهاتف. شكرا جزيلا دكتور محمد، وشكري موصول إلى المتخصص في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية والعسكرية ضيفا في الاستوديو الأستاذ عامر حسن عباس. شكرا جزيلا أستاذ عامر. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، إلى اللقاء.